بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أخوتي الطالبات الذين اجتازوا امتحان باك 2023، أقدم لكم تصحيح امتحان باك 2023 شعبة علوم تجريبية مادة الرياضيات. الموضوع الأول والتمرين الثالث، انتبهوا مليح. نبداو قبل النص. إذن U أن متتاليان معرفة، U صفر يساوي واحد على اثنين، ومن أجل كل عد طبيعي أن U أن زايد واحد يساوي واحد ناقص واحد زايد اثنين على اثنين ناقص U أن واحد ألف، برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد أن U أن محصور ما بين صفر وواحد على اثنين. الباقي بين المتتالية متناقصة تماما. ثانيا نضع من أجل كل عدد طبيعي أن في أن يساوي واحد على أن ناقص واحد. ألف أثبت أن المتتالية بأن هندسية أساسها اثنين، ثم أكتب عبارة في أن بدلة أن. ب استجنا أنه من أجل كل عدد طبيعي أن أن يساوي واحد على اثنين أن اثنين أس أن زايد واحد، ثم احسب ليميت أن إذا أن يؤول لزاد من لا يعني. ثالثا نضع من أجل كل عدد طبيعي أن أس أن يساوي في صفر زايد في أن زايد حتى الفي أن، والتي أن يساوي واحد على أو صفر زايد واحد على أو واحد زايد حتى لا واحد على أو أن. أحسب أس أن بدلة أن، ثم بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي أن تي أن يساوي اثنين أس أن زايد واحد زايد أن. إذا نبدأ في الحل. إذن هاي تشوفوا العبارة اللي هذاك، البرهان عندك ألف برهن بتراجع هذه القيمة. من أجل أن صفر يساوي صفر عندنا أو صفر محصورة ما بين صفر وواحد واثنين، هذه محققة، هذا الشرط محقق. نفرض أن أو أن محصورة ما بين صفر وواحد على اثنين، نفرض أن محصورة ما هو صحيحة. من أجل أن يساوي أكثر من أن صفر، أكثر من صفر، من أجل أن يعني كيفي، نبرهن أن أن زايد واحد محصورة ما بين صفر وواحد على اثنين صحيحة من أجل أن زايد واحد. إذن ننطلق من هذا المتباينة أن محصورة ما بين صفر وواحد ناقص أن وشني. إذا كاين عود ناقص أن معناه لهنا نبدلو الإتجاه، بدلو الإتجاه، لهنا نيدور الناقص، لهنا الناقص، ولهنا صفر ما يتغيرش. من بعد عندنا هاد الحالة هاذي، نضيفو لها اثنين، نضيفو لها اثنين، هاي اثنين، واش يبقى كي نضيفو لها اثنين؟ ناقص واحد على اثنين نزيدو لها اثنين تولي ربعة ناقص واحد ثلاثة على اثنين، هاي ولهنا تقعد اثنين، صفر زايد اثنين تولي اثنين. نقلبوها، كي نقلبوها وشني؟ هذه تولي واحد على اثنين، هاي وهذه تولي ثاني لأن مقلبة ثاني تولي اثنين على ثلاثة، هاي اثنين على ثلاثة. نضربها في اثنين، نضربو المتباينة كل أطراف باثنين، تولي اثنين على اثنين هو واحد، من بعد اثنين هذا يولي اثنين لهنا، ومن بعد اثنين في اثنين تولي ربعة. من بعد وشني؟ نزيدو لها ناقص واحد، كي نزيدو لها ناقص واحد، ناقص واحد لهنا الواحد ناقص واحد تولي صفر، من بعد هذه تولي أو أن زايد واحد، ومن بعد هذه ناقص واحد زايد ربعة ثلاثة معناه ناقص ثلاثة زايد ربعة يعني واحد على ثلاثة. واحد على ثلاثة أقل من واحد على اثنين، إذا نتوصلوا النتيجة هذه، هذه هي النتيجة.
برهنا باللي U n زائد واحد محصورة ما بين صفر وهنا. إذن من أجل كل n ينتمي إلى الأعداد الطبيعية U n محصورة ما بين صفر وواحد على t. با با وش نقول؟ با بين أن المتتالية متناقصة. بان عرفوا بلي متناقصة أو متزايدة لازم نشوفوا القيمة نتاع يو ان زايد واحد ناقص يو ان. نعبروها كم تشوفوا لهنا لأن توحيد المقامات والتبسيط والاختزال نتوصلوا إلى القيمة هذه. هاي نعرفوا بلي اثنين ناقص يو ان محصورة ما بين اثنين وواحد، هذه موجبة. إذن يو ان موجبة، يو ان ناقص واحد ها لهنا يو ان ناقص واحد هي سالبة، و يو ان محصورة ما بين صفر وواحد على اثنين موجبة، هذه موجبة هذه موجبة ولكن هذه سالبة. إذن يو ان ناقص واحد سالب معناه أن يو ان زائد واحد ناقص واحد هو سالب تماما. وبالتالي فإن المتتالية متناقصة تماما على ان. ثانيا في ان يساوي واحد على يو ان ناقص واحد، في ان زائد واحد هي واحد على يو ان زائد واحد ناقص واحد. لهنا نعوض هالقيمة تاع يو ان زائد واحد، هاي لهنا هاي كاملة ناقص واحد تقعد ناقص واحد. بعد وشني عندي نحذف ناقص اثنين زائد اثنين، وش يبقى لي؟ يبقى لي اثنين ناقص يو ان على يو ان ناقص واحد. توحيد المقامات وش يصلي؟ توحيد المقامات يسمى تولي اثنين ناقص اثنين يو ان على يو ان، اثنين العدد اثنين كعمل مشترك تولي اثنين مضروب في واحد على اثنين، اي بعد واحد ناقص يو ان على يو ان نقدر نكتبها واحد على يو ان ناقص واحد. ونعرف هذه باللي هذه وشني هذه في ان، هذه في ان عندنا دو في ان. اذا في ان زائد واحد يساوي اثنين في ان، معناها ان اثنين هاكم تشوفوا اثنين هو الاساس، اثنين هو الاساس كي. عبارة فين بدلالة ان، اولا نحسب في صفر هي واحد على صفر ناقص واحد، واحد على واحد على اثنين ناقص واحد اي واحد. اذا في ان في النهاية هي اثنين اس ان. اثنين بي عندك عندنا في ان بدلات يو ان، دوك نحوسو يو ان بدلات في ان كيف نديرو؟ عندك لهنا يو ان في ان يساوي واحد ناقص يو ان، يو ان في ان زايد واحد هذاك، و يو ان لهنا واحد على يو ان زايد واحد، واحد على اثنين ان زايد واحد. هاكم تشوفو لهنا يو ان فيما يخص لاليميت هذه لهنا صفر، لاليميت هي صفر. ثالثا
أحسب سي أن بدلالة أن، هاي سي أن، هذه سي أن هي في صفر، واحد ناقص اثنين أن زايد واحد على واحد ناقص اثنين، بعد لهنا ناقص واحد، نعرفو في صفر هي واحد، دونك شقا ناقص، تولي أس أن هي اثنين أن زايد واحد ناقص واحد، تي كيفاه؟ واحد على يسير زايد واحد على يون حتى الان نعرفو بلي فان هي واحد على يون ناقص واحد، دونك نستخرجو واحد على يون هي فان زايد واحد، نعوضوها لهنا، واحد على يو صفر هي في صفر زايد واحد، الوغ هنا نديرو تقول لنا في صفر زايد في أ زايد زايد حتى في أن من بعد أن زايد واحد، قداش المرة كاين واحد، كاين أن زايد واحد، إذا نكتب اثنين هذه دو في زيرو حتى في أن عندنا اثنين أس أن زايد واحد ناقص واحد، أنا لقيناها سابقا، لقيناها سابقا، نزيدو لها زايد أن زايد واحد، لهنا تروح تولي تي ان يسمى اثنين أس ان زايد واحد زايد ان، وانتهينا والسلام عليكم ورحمة الله.